بهذه المناسبة الجليلة، مناسبة عيد الشجرة التي ترمز إلى الخير والعطاء والمحبة، نهنئ الجميع ونبارك لكم هذا العيد الجليل. نتمنى أن يعم الخير في بلدنا الحبيب كما هي الشجرة رمز العطاء والمحبة. مناسبة عيد الشجرة، والشجرة تعنينا كثير، تعني العطاء، تعني الخير للبلد، ونتمنى ونتعني السلام، وبتمنى لكل سوريا يرجع السلام والخير لكل البلد إن شاء الله. جينا نسوي حملة تشجير بالمدارس هون بالبلد، جينا غرسنا شي 40-50 غرسة بالتعاون مع الطلاب، وإن شاء الله تكون مثل ما تكون بداية خير للسنة الجديدة. جمعية الوصلة الخيرية بالقامشلي شاركت بتشجير مدرسة عباس علاوي بمناسبة عيد الشجرة، والشجرة هي تعني المحبة والعطاء والخير، واللهم ينصر جيشنا العربي السوري. شاركنا الأطفال هون بزراعة غرس الشجر، وإن شاء الله يكون خير وعطاء ومحبة، وتزرع وتثمر سوريا بالخير والعطاء مثل ما رح يثمر الشجر ويكبر بيوم من الأيام.